السلام عليكم يا شباب، هنتكلم بإذن الله النهاردة عن الابستراكت والسيلد كلاسز. تمام، عايزين نبدأ كده. أول حاجة نعمل كلاس، ومثلا هنسميه انيمال. تمام، كلاس عادي اهوت. كنا ازاي بناخد اوبجكت من الكلاس ده؟ عن طريق ان احنا بنيجي هنا ونكتب اسم الكلاس انيمال، ونسميه مثلا اي اسم. انيم مثلا هتساوي نيو انيمال. تمام كده، ده الكلام اللي احنا عارفينه، وعارفين ان احنا بناخد اوبجكت بالطريقه دي. طب افرض مثلا انا عايز اخلي الكلاس ده برايفت. برايفت بمعنى ايه؟ برايفت بحيث ان ما حدش يقدر يعمل منه اوبجكت. فهنعمل ايه؟ فهنيجي نكتب هنا الكيورد الجديده ابستراكت. تمام، ابستراكت كلاس. فزي ما انت شايف حصل ايرور. حصل ايرور ليه؟ لان دوكت الكلاس ده يعتبر برايفت، انت ما تعرفش تاخد منه اوبجكت. فاكر لما احنا كنا بنعمل متغيرات برايفت، برايفت مثلا انت اكس، فانت ما كنتش بتعرف تستدعي المتغير ده. ليه؟ لان المتغير ده برايفت. تمام، طب دلوقتي الكلاس ده ابستراكت، هو كانه متغير برايفت، بمعنى الابستراكت دي تكافئ الكلمه دي. بس الابستراكت بتستخدم للكلاس، والبرايفت بتستخدم للمتغيرات والفانكشن. تمام، طب دلوقتي افرض انا عايز اخد اوبجكت، او عايز اوصل ل مثلا عايز اوصل للاكس دي. خلاص طبعا بابليك الاول. طب افرض مثلا انا عايز اوصل للاكس دي. طب الكلاس دلوقتي ابستراكت، انا هعمل ايه؟ هروح انا ايه، مورث الاكس دي لكلاس تاني زي ما احنا متعلمين في الدرس اللي فات. فانا انزل تحت هنا واعمل كلاس واسميه مثلا كات، كلاس عاديه. تمام، وهورثه لفوق، او اخليه ابن للي فوق. فكنا بنخلوه ابن ازاي؟ كنا بنعمل نقطتين ونكتب اسم الكلاس الاب كده. تمام، هنيجي نعمل ايه بقى؟ هنروح نعمل اوبجكت من الكات، سي هتساوي نيو كات. تمام، عادي طبعا، كلام كله معروف. عملت انا كده اوبجكت. فلو انا جيت هنا ضغط مثلا عايز انا عايز بغلط كونسول دوت رايت لاين، واطبع قيمه الاكس عن طريق ان انا اكتب الاوبجكت سي دوت اكس. تمام، واضغط اف 5. فزي ما انت شايف دلوقتي الخمسه عندنا انطبعت. تمام، ده معناه ان انا قدرت اوصل للاكس ديت برغم ان الكلاس بتاعها ابستراكت. تمام، عن طريق ان انا اعمل كلاس تاني واخليه ابن للكلاس ده زي ما احنا برضو شرحنا في درس الوراثه. تمام، ده اول كيورد معانا، واكيد احنا فهمناه. هنيجي على الكيورد التاني. طب افرض دلوقتي مثلا انا مش عايز اورث، يعني انا ولا عايز اديله متغيرات ولا عايز اورث، فهعمل ايه؟ هنعمل كلاس جديد. هعمل كلاس مثلا واسميه كار. تمام، فدلوقتي احنا عايزين نورث الكلاس ده لكلاس تاني. فانا هنزل تحت كده اعمل كلاس واسميه مثلا كار واحد، واورثه للكلاس اللي فوق فاخليه كار. تمام، عملت كلاس اب وده كلاس اب. طب افرض دلوقتي انا عايز مثلا اخلي الكلاس ده كلاس ما بيورث. تمام، ما بيورث ايه وما بيديش متغيرات كمان. فانا هاجي اعمل هنا هكتب كيورد سيلد كلاس. تمام، ايه السيلد كلاس؟ سيلد كلاس كلاس ولا بيدي متغيرات ولا بيورث، كلاس مكفول ما لهوش دعوه باي حاجه. تمام، هي دي الاثنين كيورد اللي احنا كنا عايزين نفهمهم في الدرس ده. اول كيورد معانا كانت ابستراكت، واللي هي تكافئ البرايفت. تمام، وتاني كيورد معانا اللي هي السي. وبس كده، هو ده الدرس قصير يعني، مفهوش حاجه، اتنين كيورد جداد وخلاص. ابستراكت بتخلي الكلاس برايفت بس تعرف تاخد القيم اللي جواه عن طريق ان انت تورثه لكلاس تاني. السيلد بتقفل الكلاس خالص، ما بتخليكش توصل له ولا بالوراثه ولا باي حاجه تاني. تمام، وبس كده، اتمنى تكون فهمت الاتنين الكيورد دول، واشوفكم بخير على الدرس الجاي، والسلام عليكم.